كتلة أهل الهمة، شباب يبني، وطن ينهض. بدنا ننتقل للكونسبت الثالث من هذا الشابتر يلي عنوانه ATP Powers Cellular Work by Coupling Exergonic Reactions to Endergonic Reaction. هلا اول شغله لازم نعرفها انه الخليه بتقدر تعمل لنا ثلاثه من كاينز اوف ورك، الكيميكال ورك والترانسبورت ورك والميكانيكال ورك. هلا مثال على الكيميكال ورك اللي هو بوشنج اوف اندرجونيك رياكشن ذات وود نوت اوكر سبونتينيوسلي، يعني بيكون في تفاعل بالخليه، هو نوع اندرجونيك بيستنى حد يعطيه طاقه حتى يبدا تفاعله، فالخليه بتعطيه طاقه وبيبدا التفاعل تبعه. يعني مثلا عمليه السينثيسيس للبوليمر فروم مونومرز انه بتعطي الطاقه فبتتجمع المونومرز مع بعض وبتعمل بناء لبوليمر. Transport work مثال عليها the pumping of substances across membranes against the direction of spontaneous movement. كأنك قرأت تعريف الactive transport، يعني مثال على transport work اللي هو الactive transport اللي بتعمله الخلية. هلا الميكانيكال وورك مثال عليه حركة الأهداب في الخلية أو الأصوات إذا كان عندها، مثال عليها the counteraction of muscle cell، وآخر إشي حركة الكروموسومات في الخلية. هلا بيحكي لنا إنه الخلية من يعني مصدر الطاقة اللي تستعمل الخلية لحتى تعمل هاي الثلاث أنواع من الوورك اللي هو الـ ATP بنسميه Energy Coupling، اللي هو بنستعمل exergonic process حتى نسهل عملية حدوث endergonic one. يعني بيكون في عندنا تفاعل endergonic، من وين بدي أعطي طاقة؟ بروح بعمل تفاعل exergonic والطاقة اللي تنتج منه بعطيه هذا endergonic ليستفيد منها. هلأ شو هو التفاعل exergonic اللي بسويه؟ اللي هو عملية تحليل الATP. الATP لما أحلله بيكون تفاعل إكسيرجونيك وبيعطيني طاقة بيستفيد منها الجسم لباقي التفاعلات. هلأ الATP قبل ما تعرفوه على أنه مصدر طاقة بالخلية كنتوا تعرفوا أنه الATP اللي هو اختصار للأدينوسين ترايفوسفات، أدينوسين ترايفوسفات. الATP كنتوا تعرفوا أنه عبارة عن نيوكليوسايد ترايفوسفات، كنتوا يعني نعرف أنه يستعمل بصناعة الـ RNA، لكن هو له وظيفتين بالخلية هاي، أنه بيكون بيساعد بصنع الـ RNA زي مونومر للـ RNA، بنفس الوقت هو مصدر للطاقة في الخلية. هلأ من إيش بيتكون الATP؟ بيتكون من شوغر اللي هو الرايبوز، متصل مع قاعدة نيتروجينية اللي هي الأدينين، بالإضافة لثلاث جروبز من الفوسفات ترايفوسفات جروب. هلأ كيف الخلية بتستفيد منه؟ لما الـ ATP يتفاعل مع الـ H2O بيعطينا ADP اللي هو أدينوسين دايفوسفات بدل 3 فوسفات 2، بتكون في فوسفاتة انفصلت عنه، وبيعطينا مع هاي المكونات مع الADP والفوسفات بيعطينا انرجي. هلا من وين اجت هاي الانرجي؟ ما اجت من انفصال الفوسفات، انه هاي الفوسفات فيها انرجي وانفصالها اعطاني انرجي، لا، الانرجي هاي اجت من الكيميكال تشينج اللي صار بشكل الATP. يعني الATP لما اختلفت من ATP لADP صار في كيميكال تشينج اعطانا مقدار من الانرجي اللي بتستفيد منه الخليه. هلا كيف يعني هلا لما احنا نفعل ATP مع H2O ايش اللي بيصير؟ الميه بتكسر لنا اخر الفوسفات الثالثه، بتكسر الرابطه تبعتها، هذا اول اشي. ثاني اشي انه نعرف انه هذا التفاعل اكسرجونيك، دلتا جي بتكون مقدارها سالب 7.3، بنستفيد من هاي الطاقة بالعمليات اللي بتحتاجها الخلية. وآخر إشي بدنا نعرفه إنه نواتج تفاعل التحليل الـ ATP هو عبارة عن endergonic reaction زائد adenosine diphosphate زائد energy، والإنرجي زي ما حكينا مقدارها سالب 7.3. الخلية ليش تستعمل الـ ATP كمصدر للطاقة ما استعملت أي نيوكليوتايد تاني؟ لأنه الـ ATP عملية تحليله بيعطينا دلتا جي مقدار طاقة أعلى من تحليل مثلا الـ JTP.
فعشان هيك بتستعملها الطاقة لحد بتستعملها عفوا الخلية كمصدر للطاقة. هلا كيف الخلية بتستعمل الـ ATP كمصدر للطاقة؟ احنا حكينا انه في عنا 3 انواع من الورك. هلا بدنا نشرح اول اشي على الورك، على الكيميكال ورك. هلا الخلية الـ ATP بتساعد الاندرجونيك رياكشن عن طريق عملية اسمها فوسفوريليشن. ايش يعني فوسفوريليشن؟ في عنا هون مثال انه في عنا جلوتاميك اسيد بده يتفاعل مع الامونيا، لكن هذا التفاعل اندرجونيك لانه الدلتا جي عنده موجبه بحاجه لطاقه حتى انه يعمل التفاعل. فبتيجي الاي سي بي بتحط فوسفاته عند الجلوتاميك اسيد، هاي العمليه بنسميها فوسفوريليشن. هلا لما تحط فوسفاته عند الجلوتاميك اسيد بصير اسمه فوسفوريليتد انترميديات. تيجي هاي الفوسفاته بتسحب الجلوتاميك اسيد لعند الامونيا وبتطلع يعني بتخلي الامونيا ترتبط مكانها على الجلوتاميك اسيد وبتطلع الفوسفاته بدون ما تاثر على تفاعلهم اشي، اللهم انها اعطتهم سهلت عليهم حدوث التفاعل لما اعطتهم طاقه. هلا التفاعل اصلا حكينا انه هو اندرجونيك، لكن لما استفاد من تفاعل الاكترجونيك اللي هو تحليل الاي سي بي اخذ منه طاقه واستفاد منه وقدر يعمل التفاعل تبعه. هلا الامثله الثانيه كان في عنا ترانسبورت وورك، مثال عليه ترانسبورت بروتين. هلا بيكون البروتين بده ينقل ماده من داخل الخليه لخارجها، تدخل الماده على المكان المحدد لها بتستقر فيه، لكن البروتين ما بيتحرك. لما يجي الاي سي بي يعمل برضه فوسفوريليشن ويعطيه فسفوره بيؤدي الى انه يتغير الشيب تبع البروتين، فبيفتح للاتجاه اللي بالعكس وبتطلع الماده وبيقدر انه ينقلها للجهه الثانيه من الممبرين. لما الفسفوره هاي تنفك عن البروتين بيرجع لشكله الاصلي وبتضلها يعني بصوره مستمره، كل ما يحتاج انه يفتح للجهه الثانيه بيرتبط مع فسفوره، ولما بده يرجع لشكله الاصلي هاي الفسفوره بتنفك عنه. هلا الميكانيكال وورك مثال عليه الموتور بروتين. الموتور بروتين هو عبارة عن بروتين بيعمل على تحريك مثلا عندنا هون مثال فيزلز الحويصلات لما تتحرك بالخلية. كيف بتتحرك بالخلية؟ أكيد ما بتسبح لحالها، هي بتكون مرتبطة مع موتور بروتين. الموتور بروتين بيتحرك على الفايبر تاعون السيتوسكيليتون. كيف بيتحرك هذا الموتور بروتين؟ تيجي اي سي بي بتعطيه فسفوره على عمليه بطريقه الفوسفوريليشن، ولما ترتبط فيه الفسفوره وتنفك بتكون ادت الى انه يتحرك خطوه لقدام. الان اخر اشي عندنا بهذا الكونسبت اللي هو عمليه الريجينريشن اوف اي تي بي. ايش يعني ريجينريشن اوف اي تي بي؟ يعني احنا بعد ما استفدنا من الاي تي بي وتحول واخذنا منها طاقه ظلت هي على شكل الاي تي بي زائد فوسفاتا. اذا اهم اشي نعرف انه هاي الدائرة اسمها ATP cycle. بدنا نعرف انه التفاعل يلي على اليمين هو عبارة عن تفاعل اندرجونيك بيحدث بشكل spontaneous بيعطي طاقة يستفيد منها التفاعلات الموجودة في خلية جسم الانسان. بالمقابل التفاعل يلي على اليسار هو تفاعل اكسرجونيك بيحتاج طاقة حتى انه يتم، بيحدث بشكل non spontaneous، بيستفيد من الطاقة يلي بتطلع من تفاعلات الكتاب اللي بتصير بالخلية. وهيك بيكون خلص الكونسبت الثالث لهذا الشابتر.